أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. سبحانه وتعالى إليه وإلا لا تشد الركائب، ومنه وإلا لا تنال الرغائب، وعنه وإلا فالمحدث كاذب، ومنه وإلا فالمؤمل كاذب. إن من أعظم الوفاء وفاء الأحياء للأموات، وفاء خالص ليس فيه مصلحة. أناس تحت التراب، آباء أمهات أبناء إخوان وأخوات، ينتظرون منا دعوة خالصة تشفع لهم يوم القيامة وترفعهم درجات يوم القيامة. أسأل ربي عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة، وأن يشفع فيهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وأن يسقيهم من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدا. رحلوا وتركونا لنواجه مصاعب الحياة، رحلوا وتركوا الحنين مع الأنين يمزق قلوبنا، فأسأل ربي أن يغفر لهم وأن يربط على قلوبنا. رحلوا وما ترك الحنين مشاعا، ترك الحنين مع الأنين مشاعا. يا ليتهم قبل الرحيل تريثوا حتى نعانق أو نقول وداعا. رباهما أقسى الفراق، وإنني من يوم غابوا ما طربت سماعا. لحن الحنين مع الأنين مواجع عزفت بتذكار يجيء سواعا. وصلاة وسلاما على من بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. الصدق في أقواله، والبر في أعماله، والخير في أفعاله، صلوا عليه وآله. طب القلوب ودوائها، عافية الأبدان وشفائها، نور الأبصار وضيائها، روح الحياة وجمالها، أنيس النفوس وثنائها، النبي الأمي الذي علم المتعلمين، واليتيم الذي بعث الأمل في قلوب اليائسين، والفقير الذي أخرج الناس من ظلمات الجهل إلى شاطئ رب العالمين، فجعل الله به صلى الله عليه وسلم من العبيد سادة، ومن المستضعفين أئمة وقادة، ومن عباد الحجر والشجر قادة للبشر، ومن رعاة الغنم قادة للأمم، فصلوا عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. فكل الناس تذكر ثم تنسى، وذكرك أنت باق في الصلاة، وكل الناس تولد ثم تفنى، ووحدك أنت ميلاد الحياة، تردده المآذن كل وقت وينبض بالقلوب من الممات. أتيت سنا وليل الكون داج، محيت الوأد أحييت البنات، يفوح المسك أن كنت تمشي، ووجهك نوره عم الجهات، وقد تعري المكالم قدر قوم
ويعلو فيك قدر المكرمات. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، في هذا البيت الطاهر من بيوت الله من مسجد الجويدة بقرية سندبيس مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، ننقل لكم احتفال الذكرى السنوية للرجل الفاضل طيب القلب نقي السريرة زكي السيرة عظيم الخلق الحاج محمود أبو الفضل صقر رحمة الله عليه، رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، وبدعوة كريمة من آل صقر الأكارم الأعلام، بدعوة خاصة من الحاج عاطف أبو الفضل صقر بارك الله في عمره وفي أولاده، إحياء للذكرى السنوية لهذا الرجل الفاضل رحمه الله تعالى. في هذه الليلة القرآنية يحضر معنا كوكبة من العلماء والقراء ومبتهلي إذاعة القرآن الكريم، وأنا أقف هنا أقف فخرا واعتزازا أن أنطق باسم قارئ هذه الأمسية الذي اعتمد وأصبح قارئا إذاعيا وسجل اسمه في لوحة شرف قراء إذاعة القرآن الكريم، ففخرا لنا أيما فخر فضيلة القارئ الشيخ الإذاعي الكبير قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ خالد أحمد زكي. هذا فخر لنا، وإن كان الفخر أن يحق لإذاعة القرآن الكريم نفسها أن ينطق فيها اسم فضيلة العلم الكبير فضيلة الشيخ أحمد زكي بدر الدين السيسي، ففخر لها أيما فخر عضو لجنة المصحف الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية. فضيلة القارئ الشيخ خالد أحمد زكي هو قارئا في هذه الأمسية، أما متحدثا فمعنا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ العالم الجليل مدير إدارة أوقاف بنها والواعظ والمحاضر الكبير بوزارة الدفاع المصرية فضيلة الشيخ نجاح العجمي، شاكرين له تلبية الدعوة الفاضلة. لا تحلو الأمسية ولا تحلو أيما أمسية إلا بوجود القائد المغوار شيخ المبتهلين، أقولها بملء فمي، لا تحلو أي أمسية إلا بوجود فضيلة المبتهل الإذاعي الكبير قروان الفجر وشيخ المبتهلين وإمام المداحين فضيلة المبتهل الإذاعي الكبير فضيلة القارئ والمبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع الذي شرف وأنار هذه الليلة. معنا في هذه الليلة مخرجا المهندس أحمد الكعبري زعيم مصوري الحفلات الدينية، وعبر أثير موجات إذاعة المهندس محمد النحال كبير مهندسي صوتيات جمهورية مصر العربية. أيها الإخوة المؤمنون، عذرا للإطالة، وخير ما نستهل به قرآن المولى عز وجل فضيلة القارئ الشيخ خالد أحمد زكي يستهل لنا هذه الأمسية، فليتفضل مشكورا فتح الله له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا فوقاهم
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. يشربون من كأس كان مزاجها كافورا يشرب بها عباد يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. يشربون من كأس كان مزاجها يشرب بها عباد الله. أين يشرب بها يوفون بالنذر ويخافون يوما ويخافون يوما
عسيرا إنما نطعمكم لوجه ويخافون يوما كان شر مستطيرا ويطعمون الطعام
ربه مسكينا عتيبا وأسيرا إنما نطعمكم بوجه إنما نطعمكم لوجه الله نخاف من ربنا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا فوقاهم الله شر وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا
ظلالها وذللت قطوفها تذليلا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا صدق الله العظيم. ترنم في خشوع بالتلاوات وأسمع الكون آيات وآياتي ورددها بصوت منك ذي شجن عذب رخيم يهز المعرض العاتي. هيا أفض علينا من فرائضه ومن كنوز المثاني والهدى هاتي. كنا مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة العلم القرآني الإذاعي الكبير قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ خالد أحمد زكي في مستهل هذه الأمسية الدينية والتي أقيمت احتفالا بالذكرى السنوية للراحل الرجل الفاضل الحاج محمود أبو الفضل صقر بدعوة كريمة من الحاج عاطف أبو الفضل صقر بارك الله في عمره.